السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ حضرتك ايه؟ يا اهلا وسهلا. الله يكرمك. احنا اسفين طبعا على ان احنا خدنا من وقت حضرتك وشاكرين جدا. لا امور ان احنا نقعد مع حضرتك ونستفاد من علم حضرتك. الله يكرمك يا دكتور. احنا تحت امرك. الله يكرمك. كنت بس عايز حضرتك تعرف نفسك. تعرف حضرتك. أنا حسن مدرس مساعد في الجامعة الأمريكية، شغال في الجامعة الأمريكية يمكن من 2014، وسينيور ديزاين في جامعة المهندسين الاستشاريين، ويعني يمكن بشارك من ضمن الهيئة المساعدة في عدد من الجامعات زي هندسة عين شمس والأكاديمية البحرية. خريج جامعة القاهرة، شغال في الدكتوراه قربنا نخلصها ربنا يسهل إن شاء الله. شغال راينو من 2008 2009 بقالي حوالي 11 سنة، وكنت بدأت أستخدم راينو في مشروع لزها حديد سيتادل كابيتال هيد كوارتر. كان هيبني في القريه الذاتيه، ولكن هو ما تنفذش نتيجه مشاكل لوجستيه ما بينه وما بين اداره القريه الذكيه. شاركت في عدد كبير قوي من الورك شوبس في مصر في مجال كومبيوتيشن ديزاين اند ديجيتال فابريكيشن، سواء انا اللي عملتها او حضرتها او اديتها مع حد. يعني مينلي نقدر نقول ان انا متخصص في الفابريكيشن. اشتغلت في اركتكتشر، اشتغلت في مجوهرات، فساتين، جزم، تصميم يخوته، يعني حاجات كتيره ليها علاقه بالفابريكيشن. اي دبل كيرفد سيرفيس ويل بي فابريكيتد، اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتيشن ديزاين ديجيتال فابريكيشن، فانا شويه يعني متعلق بيها. ليتلي كنت في 2019، في اول 2019 مع ماكنيل اللي هي الشركه اللي عامله راينو as a speaker في الانترناشونال يوزرز ميتنج في فنلندا في التو يونيفرستي، وبعد كده كنت في شنغهاي ديجيتال فيوتشرز يانج اوورد برضه سبيكر، ده السنه اللي فاتت. يعني ده نبذه كده سريعه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا سيدي. طيب كان في حاجه لفت انتباهي جدا، موضوع اللي هو التعليم للجميع اللي حضرتك كنت عاملها، المبادره جميله جدا، ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ ايوه. مبادره التعليم للجميع. والله انا يعني عاده بعمل الورش هنا في القاهره، وبيجي لي بعض الاشقاء العرب من الدول المحيطه كمان يحضروها هنا. في مره من المرات حسيت ان الورشه مكلفه شويه، يعني حد من اسكندريه جايبه اهلها وحاجزين فندق قعدوا فتره. المهم فجت الفكره ان احنا نعمل ورشه اللي هي التعليم للجميع دي، هدفها ان احنا نوصل للناس اللي مش هتقدر تيجي تنورنا. كتبت بوست على فيسبوك، بناء عليه بدات جدا من الجامعات. ونروح احنا ندي الورش دي في الجامعات. يعني يمكن رحنا حوالي يمكن رحنا حوالي 10 جامعات في الجمهوريه هنا في مصر، وعملنا بعضها اونلاين للجماعه الاشقاء اللي في فلسطين، في جامعه فلسطين العربيه. يعني يمكن عملنا لقاء في بي بي سي عشان برضو نتكلم عن الفكره، هم اللي دعونا لما لقوا ان احنا رحنا عدد كبير قوي من الجامعات يشوفوا احنا بنتكلم على ايه وليه عايزين نعمل كده وليه بنحاول نعمل. يعني دي نبذه سريعه عنه برضه، يمكن عملنا بوست عنه قبل كده وممكن نبقى نبعته لحضرتك مره ثانيه عن الجامعات اللي احنا رحناها. احنا يمكن وصلنا لحد المنيا تحت في الصعيد، وفي الدلتا وصلنا لحد طنطا، ويمكن احنا في شهر 2 الجاي رايحين المره. يعني احنا وصلنا حوالي 10 11 في مصر، والجامعه الوحيده اللي كانت بره مصر اللي هي في فلسطين العربيه. وفي الوقت الحالي في تواصل مع جامعه ثانيه في فلسطين عايزين يعملوا الورشه مره ثانيه اونلاين، وفي جامعه في العراق برضه عايزين نعملها اونلاين في كربلاء، حد منهم كلمني. يعني لسه بننسقوا الموضوع يعني كخارج مصر، لكن في مصر هتحل المنصوره شهر 2، وفي حد بيظبطها في جامعه قناه السويس. يعني طبعا الطلبه اللي بتحاول ان هي تظبطها مع القسم، والقسم بقى بيدي تسهيلات او لا او ما الى ذلك. يعني هو صراحه مشكور حضرتك، يعني تشكر جدا عليه، يعني حتى حضرتك متكفل بمصاريف الانتقال ومتكفل بالحاجات ديت، فيعني حاجه يعني حابب اشكر حضرتك عليها. يعني احنا كنا الاول بنفترض، كنا نطلب من الجامعه بصراحه ان هي تشاركنا، بس يعني مرينا بتجربه مع جامعه اسيوط وعليها قررنا، يعني انا قررت ان احنا نعملها من غير ما الجامعه تتحمل حاجه، انا هتحمل كل التكاليف ان شاء الله من 2020 واحنا طالعين. الثاني هيكلمنا، اللي هيقدر ان هو يشارك، مش هيقدر احنا هنتحمل التكاليف، بس عشان نقدر نوصل بشكل افضل لعدد اكبر من الطلبه. يعني صراحه هي تجربه رائعه، اتمنى انها تنتشر وناس كتيره تحذو الموضوع دوت. وحضرتك كنت بتتكلم على ان حلم ان يبقى فيه زي جايزه كده للناس. احنا كده بنتكلم في الاسرار. والله هي يعني هي نيه لله، يعني انا ناوي، يعني من واقع تجربتي انا خريج جامعه القاهره زي ما قلت لحضرتك، وجامعه القاهره شويه مدرسه كلاسيكيه، فالمدرسه الكلاسيكيه ما بتفتحش الزاويه انك تشتغل بره الحاجات الكلاسيكيه، فكانوا الاول يعني رافضين تماما الترند بتاع زها حديد وان احنا نستخدم التولز، مع ان انا كنت استخدمته في مشروع لزها حديد، فكان المفروض ان هم يبقوا يعني زها حديد يعني المفروض احدى اعلام العماره في العالم. المهم ما زلنا مجهود كبير طبعا استاذي الدكتور شريف مراد ماديا او سرفايف، انا وزملائي اللي شغالين معاه في جامعه او ريسيرش تيم وهكذا. يعني فكانت الفكره ان احنا والله ان شاء الله في احدى المؤتمرات، وفي مؤتمر هيحصل في جامعه حكوميه قريب، احنا لسه بنشوف الموقف هل هتبقى فلوس متوفره ولا لا، لو مش السنه دي هيكون السنه الجايه ان شاء الله. خلاص يعني ده كلام اكيد. هتكون في الاول $1000، يعني هنعمل الناس هتقدم الابحاث بتاعتها، واحسن بحث experimental research مش theoretical. خلاص مصر اكتفت theoretical research بما يكفي، الناس اللي بتحاول تعمل experimental research على قد ما وصلوا. الدكاتره هتقيم، واحسن واحد هياخد $1000. ده اول مره، لو في فلوس اكتر هيبقوا 2000 3 وات، بس في الوقت الحالي يعني انا متكفل باول $1000 بصراحه. ربنا يسهل بقى بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. طيب ان شاء الله طبعا. موضوع رساله الماجستير بتاعت حضرتك كان عن ايه؟ هي كانت عن الفابريكيشن، ويمكن كانت ميلي لو انا يعني ايه كلمه فابريكيشن اصلا، بس عشان ممكن حد يبقى بيسمعنا ما يعرفش يعني ايه فابريكيشن. ايوه، الهدف الرئيسي ان يعني لو اي يعني زمان كانت العماره ان احنا بنعمل التصميم بتاعنا، وكان عاده احنا بنرسم. لو انا طالب، لو تقمصت دور الطالب، فانا برسم اللي هعرف، او الديزاين اللي انا هعرف ارسمه، عشان لما الدكتور يجي يسالني ده هيتنفذ ازاي اعرف ارد عليه. فكنا عاده بنعمل حيطان عاديه. فكانت الفكره او التشالنج من زمان اللي انا بدات تنمو معايا في دماغي، طب افرض ان انا عايز ارسم حاجه مختلفه، فالدكتور هيسالني بتتنفذ ازاي. فبدات تطلع عندي فكره ان انا عايز اشتغل على فكره هتتنفذ ازاي او هتترسم ازاي، بحيث ان انا اعلي البوسيبيليتي او البوسيبل سوليوشنز اللي ممكن المعماري ياخدها وهو بيحط الديزاين بتاعه. ففكره رساله الماجستير كانت قايمه على ان انا ازاي اماكسمايز فكره الداتا اكستراكشن، ازاي ان انا ازود الاوبشنز ان انا اقدر اصنع المسطحات دي. وبدات ادرس الفكره بتاعت الفابريكيشن نفسها. فلما اجي اتكلم على الفابريكيشن بروسيس، فلاقي ان انا عندي طبعا عندي المكن بتاعي اللي انا هعمل بيه الفابريكيشن، عندي الماتيريالز اللي انا هستخدمها، وعندي البربوز ديزاين بتاعي. فانا عندي الماتيريال، عندي المكن، عندي الديزاين بتاعي، الفاكتورز بتاعتي الرئيسيه تقريبا انا هستخدمها. فبناء عليها انا بقدر ابربوز طريقه الداتا اكستراكشن. اشتغلت على، قلت يعني معظم التصميمات، سواء ان انا هعمل سطح معدني او هعمل سطح ترانسبيرنت او هعمل حاجه هتعملها 3 دي برينتنج او هعمل حاجه تقطع خشب ستاكينج، ودول الاربعه اوبشنز في الفابريكيشن اللي احنا اعتدنا نشوفهم يعني في معظم الحاجات البسيطه برضه، او يعني مش اللي هي هايلي كومبليكيتد برضه، لان احنا لسه يعني بنحاول. فعملت 4 بلجنز على الجراسوبر. البلجنز دول انت بتديهم البربوز او الديزاين سيرفيس بتاعك، وهم بيطلعوا داتا اكستراكشن. طيب تعالى نتكلم عليهم سريعا. لو انا اتكلمت على الترانسبيرنت سيرفيسز، فاحنا عملنا ديزاين، كان معايا طبعا زملاء شغالين في الريسيرش لاب، معظم الحاجات دي كانت تحت قياده الدكتور شريف مراد عبد القادر ربنا يديله الصحه. وكان معايا زملاء بقى بيختلفوا في بعض المشاريع عن بعضهم، وفي حاجات عملتها لوحدي، البلجنز انا عملتها لوحدي، لكن الماشينز نفسها احنا عملنا مكن، والمكن ده بدنا نعمل عليه اكسبيرمنت بالماتيريالز. ده كان معايا الزملاء في الريسيرش لاب، لكن البلجنز كنت انا لوحدي، ومعايا طبعا دكتور شريف مراد في القسم بتاعي. فعملنا الاول في حاله الترانسبيرنت ماتيريال، افترضنا ان هي اكريليك، فبدانا نصنع مكنه صغيره. المكنه دي بتقدر ان هي تطلع سيرفيس 3 دي. فلو افترضت ان انا عندي حيطه كبيره دبل كيرفد، هقطعها حتت، هبدا اخد الحتت دي ازينت واصنعها. فبدانا نستخدم المكنه نعمل فيها بنز. المهم افترضنا الاكريليك بناء على شكل الماتيريال ونوعها ونوع المكنه اللي احنا صنعناها كامكانيه، بدات ان انا بربوز طريقه داتا اكستراكشن. طبعا ده البروتوتايب بتاع المكنه ده احنا بناء على بروتوتايبس موجوده بره اللي هي فاكيوم فورمينج ماشينز، ويمكن دي بتستخدم في العربيات، في بعض الحتت في العربيات تعمل بيها حاجات الفايبر، تعمل بيها سكشن وبتاع. حاجات كتيره بقى من البلاستيك زي ممكن البانيوهات، اطباق، وحاجات كتيره من الابلكيشنز اللي هي برودكت ديزاين يعني. فكان بنحط شيت الاكريليك في الفرن، يطلع شويه الاستيك، يروح على المكنه، نعمل فاكيوم سكشن، نشفط الهواء بعد ما نبقى مدينه كوردنتس، فيطلع شيت الاكريليك واخد كوردنتس، واخد ديفورميشن، حتت كتيره جنب بعض لما يتركبوا يديني دبل كيرفد سيرفيس كبير يعني. ده كان في حاله الاكريليك. في حاله الماتل برضو، ده البلجن الثاني، كان لو انا هصنع سطح ثنائي الانحناء دبل كيرفد سيرفيس من الماتل، فالدبل كيرفد سيرفيس من الماتل ده كان المفروض ان هو بيتحول لمثلثات متشنبه، وهيجي ويتطبق من الجوانب بتاعتها ويتركبوا مع بعض ويديني سطح كبير. والبلجن الثالث كان عن 3 دي برينتنج، والرابع كان عن السكشن. ويمكن لو الناس دخلت عندي على اللينكد ان بروفايل بتاعي هتلاقي امثله للاوت برودكت اللي طلع من خلال البلجنز دي. اعتقد حضرتك كنت حاطه في البوست بتاع الميتنج بتاعنا دلوقتي. وعلى التوبيك بتاع الماجستير ده، يمكن انا كنت اشتغلت الفتره في مشروع كبير. يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا سينيور ديزاين في ECG اللي هي جامعه المهندسين الاستشاريين، فكان يعني من حسن حظي ان انا شاركت، او انا اللي صممت الاوبرا اللي هي بتتبني في العاصمه الاداريه دلوقتي، المين بيلدينج نفسه كنت انا صاحب الفكره الرئيسيه اللي هي الكونسبت ديزاين بتاعها. فهو طبعا معمول فرنش كلاسيك بصرف النظر، دي حاجه بتاعتنا. من جوه بقى، خلينا جوه في كونسرت هول معموله دبل كيرفد خشب، من دبل كيرفد خشب، كلها ماسيف وود، وجواها الاعداد حاجه انسبايرد من الديزاينز بتاعت زها حديد. كان طبعا ده بناء على طلب الكلاينت ان هو يبقى عايز حاجه مودرن جدا في الكونسرت هول، وكان شغال معانا فيها تي بي سي اللي هو ثريسر بروجكتس مش عارف ايه كده، مكتب في انجلترا كبير قوي بتاع اكوستكس. تراثكم كان قوي، اللي بينفذ القاعه دي ما عرفش يعملها فجاب شركه اسمها بيرفكشن. بيرفكشن دي اللي كانت بتعمل السقف المموج بتاع مول مصر ما عرفتش تعملها، فكلموا العبد الفقير لله عشان يعمل لهم الداتا اكستراكشن والبريبريشن بتاع الفابريكيشن عشان يصنعوا الصاله دي. يعني اشتغلنا عليه فتره كبيره طبعا، بس في الاخر الكلاينت طلب كونسلتنت اجنبي فاحنا طلعنا منه، بس احنا كنا شغالين فابريكيشن عليه. وكنت زمان بقى اشتغلت على حاجات ثانيه ليها علاقه بالمجوهرات، يعني كنت شاركت بقى في كذا حاجه ليها علاقه بالعربيات ومش عارف ايه. وفي الوقت الحالي انا من ضمن التيم بتاع الاي سي اللي بنعمل العربيه الصغيره اللي بيخشوا بيها المسابقه بتاعت فيراري، انا من ضمن التيم. هو طبعا ستودنت اكتيفيتي، بس طبعا ليا الشرف ان انا اكون معاهم، ان انا من ضمن الفريق اللي هيديزاين البادي بتاع العربيه نفسه ويشتغل عليه فابريكيشن ويخش بيها مسابقات كثيره بالعربيات، ومن ضمنهم فيراري دي التارجت الكبير. يعني في الوقت الحالي بقى في الدكتوراه هي اكستنشن لواحد من الابحاث دي ليها علاقه بال 3D برينتنج للمباني، بس بالكلي. ازاي بقى ان انا اقدر اعلي البوتنشال او اكسيد الليمتس بتاعت الماتيريال اللي هي الكلي ناتشرال ماتيريال او سستينبل ستراكشر من خلال استخدام الروبوتس وال 3D برينتنج والادجستبل مودز وهكذا. يعني ده كرنت ريسيرش. يعني ما شاء الله انا رغاي صح؟ لا والله الكلام في الصميم يعني، الله يكرمك. طب يعني حضرتك كان انهي مشروع دوت؟ لوح حديد حضرتك اشتغلت معاه في انهي مشروع؟ مع زها حديد؟ انا ما اشتغلت، هي مش زها حديد شخصيا للامانه العلميه، هي بعتت المشروع بتاعها الاي سي جي يا جماعه المهندسين السوريين، وده كان الكونسلتنت المصري، وانا كنت في اي سي جي وقتها بعمل انترنشيب، فهم كانوا وقتها بيعلموا حد فعلموا حد وعلموني انا كمان، وكان وقتها في ربنا يديله الصحه وطولة العمر المهندس الدكتور عادل انور استاذنا كلنا شال الوجهات، يعني انا من خلاله كنت في المشروع يعني، بس طبعا كنت واخد دور صغير قوي، بس طبعا لينا الشرف، ده كفايه ان احنا لمسنا المشروع. طب ايه الاتجاهات المعماريه اللي حضرتك شايف ان المعماري دلوقتي المفروض ان هو يهتم بيها ويتابعها؟ ايه الاتجاهات المعماريه اللي حضرتك شايف ان تنصحنا بيها؟ والله السؤال ده جميل، يعني بما ان اللقاء الجميل بتاعنا ده مع بيم اريبيا، ودي انا شايف ان هي حاجه جميله ومجله حلوه، الله يكرمك، حلوه جميله مليانه علم يعني. وانا الناس اعتدت ان انا كحسب لو الحاجه وحشه بقول وحشه، بس هي جميله بصراحه. فطبعا حاجه مهمه قوي ان الناس تتعلم بيم تول. وطبعا كلمه بيم مش بس ريفت، كلمه بيم هو علم كبير، فسواء كان هيبقى من خلال الريفت، من خلال اركيكاد، من خلال مايكرو ستيشن، من خلال راينو بيم، من خلال اي سوفت وير، بس المهم الناس تتعلم بيم. والرائع في الموضوع ان انا لو اشتغلت راينو وجراسوبر فانا هقدر اربط ببرامج كتيره شويه. الراينو والجراسوبر حل مشكله كبيره قوي، يعني انا اصلا رحت اشتغلت في اي سي جي في 2016، كان في مشروع اتعمل بروبوزال ليه هيتبني في تجمع مول كبير قوي بدون ذكر اسمه يعني، وديته كانت 2.5، فكان البروبوزال بتاعه حاجه دبل كيرف كبيره من الازاز وحاجات متل وهكذا، فاتعمل البروبوزال على 3 دي ماكس وراحت رندر، عجب الكلاينت قال لهم جميل، قالوا له يلا، قال لهم يلا ننفذ، هم ينفذوا عطلوا. ليه عطلوا؟ لان يعني احنا اعتدنا في الماركت بتاعنا في الشرق الاوسط، اعتدنا ان الاركتكتشر هي عباره عن ان انا باخد واجهه، باخد توب فيو، باخد بلانات، باخد سكاشن واروح انفذ المبنى. فلما يبقى سطح المبنى دبل كيرفد سيرفيس يعني زي الورقه كده ملوش المسقط بتاعه يبقى فيك، ما يبقاش حقيقي، كاني عايز اصنع الماوس ده مثلا، فما ينفعش ان انا اخد له بلانت سكاشن، لازم اخده 3 دي وابدا اروح اعمل له برينتنج او وات ايفر، ده على سكيل قطع صغيره، بس على سكيل مبنى في الحقيقه بيبقى شويه الموضوع مشكلته كبيره في الاستراكشر وبقيه الاقسام. ازاي هشوف الراجل بتاع التكييف هيمشي ضغطات، الراجل بتاع الكهرباء، الراجل الانشائي هيعمل البيمز بتاعته ازاي وهكذا. المهم يعني كان في تاسك كبير، وده السبب ان انا رحت اشتغلت في الشركه، ان احنا نعمل ديزاين ديفلوبمنت من الاول للكونسبت ده، بحيث ان هو يبقى انسيرد على راينو ولما نخلص الانجنيرنج على راينو نودي ريفت، فبقيه الاقسام بقى تقدر ان هي تشتغل في المشروع ده ينفع يتنفذ، قبل كده ما كانش ينفع يتنفذ. ويعني يمكن برضو في مكتب في مصر اسمه اي كونستراكت، ده فرعه بتاع دبي، كان هو اللي عمل البافيليون الابيض الكبير اللي هو اول مبنى اتطبع في الشرق الاوسط. انا عملت لهم ورشه لسه خلصانه بقى لها كام شهر، ورشه عن الكومبيتيشنال ديزاين والديجيتال فابريكيشن، وازاي نقدر نربط راينو وجراسوبر في تكلا عشان الجماعه بتوع الستيل ستراكشرز يعرفوا يعملوا الشوب دروينج دي الديزاين بيلدنجز بتاعه الحاجات اللي هي بقى اللي بنقول عليها بالبلد المطرقعه يعني. فلو احنا بنتكلم على الفيوتشر اوف اركتكشر، انا تخيلي الشخصي يعني ان المفروض الناس تتعلم راينو وتتعلم جراسوبر عشان ده نقطه ربط كبيره. لو هو معماري، طب لو هو مش معماري فهو محتاج يتعلم راينو جراسوبر برضه عشان الانشائي بيشتغل تكرا يقدر يربط بالمباني اللي هي مش تقليديه من خلال الجراسوبر بالتكلا. في بلجن على تكلا بيربط الجراسوبر مباشر ادابتيف، يعني انا لو حركت الخط في الراينو بيتغير في الجراسوبر فبيغير في التكلا، فيقدر ان هو يعمل عليه شوب دروينج لحاجه واقعيه. وطبعا بقيه الاقسام بقى معماري تكييف كهرباء الحاجات دي كلها بتشتغل ريفت عادي جدا جميل، وعندنا ابطال في مصر كتير طبعا حضرتك ربنا يديك الصحه واحد منهم، وفي مصطفى جبر صديقي العزيز شغال في سي دي ام في مصر في برلين برضه من الابطال المصريين يعني. احنا عندنا في مصر كوادر. ويمكن الراينو والجراسور بيدي بوتنشال كمان، ان الجماعه الانشائيين دايما بحاول اكلم الانشائيين لان احنا عندنا نقص كبير قوي في الانشائيين اللي بيتكلموا اللغه بتاعتنا اللي انا بحاول اتكلم بيها دلوقتي. الانشائيين على جراسوبر في كارامبا بيعمل ستراكشرال سيميليشن، في اميبا بيعمل ستراكشرال سيميليشن، في كانجرو بيعمل فيزيكس اناليسيز. فطبعا الابلكيشنز دي هتساعد الانشائيين ان هم يعملوا التصميمات بتاعتهم او يعملوا التصميمات الانشائيه على السيرفيس دايركت، يعني على حسب خبرتي البسيطه في الانشائي. فالانشاء بنرسم المومنت والشير دياجرام والحاجات دي يعمل عليها الديزاين بتاعه، اللي هو استخدم السوفت وير بتاعه اللي هي كارامبا كان اميبا وهكذا، هيقدر ان هو يدخل السيرفيس بحالته ويعمل السيميليشن عليه ويحصل له فيزيكس سيميليشن. فلو السيرفيس هيقع، لو مبدا هينهار هيشوفه قدامه بينهار ويبدا يعلي في الحاجات بتاعته، بيظبط السكاشن فيبقى شايف ريل تايم سيميليشن، ويقدر ان هو يعمل ريل تايم ديزاين كمان للموديل بتاعه، فيقدر ان هو يعمل ادفانسد اناليسيز للموديل، فيقدر ان هو يصنع حاجات مش تقليديه. احنا مفتقدين قوي الحته دي عندنا في مصر، يمكن ده السبب ان الفابريكيشن بتاع الاوبرا اتصدر للراجل في اسبانيا في الاخر، لان انا معماري وبتاع فابريكيشن جميل بس ما عنديش انشائي يقدر ان هو يكمل على الشغل بتاعنا يعني. ده نقطه مهمه قوي يعني. وفي ويب سايت اسمه Food4Rhino ممكن بقى الناس تبدا تخش عليه وتشوف الدنيا فيها ايه يعني. تمام يا دكتور. عليه بلوجنج يعني. بس انا بالتالي برضو انا ما اعرفش الراينو ممكن تربطه بالريفت؟ طبعا الراينو ممكن نربطه بالريفت طبعا في بلوجنز كتير بتربط والله يعني. في بلوجنز كتيره، لو الناس فتحت الويب سايت اللي اسمه Food4Rhino وكتبت راينو تو ريفت هتلاقي كل البلجنز، هتلاقي كل الطرق يعني. وانا كحسب من خلال المشروعين او الثلاثه اللي انا اشتغلتهم وكان لهم علاقه براينو تو ريفت، فكان المول اللي هو بيتبني في التجمع ده في ريفت الجديد انت مش محتاج بلجن اصلا، انت ممكن تفتح امبورت في الريفت هتلاقي راينو اكستنشن تعمله امبورت هيدخل الراينو سيرفيس زي ما هو. في مشروع ثاني هيتبني في العاصمه الاداريه برضو استخدمنا الكونكت لان في دبل كيرفد سيرفيس من الازاز، وكان هيتصنع في امريكا ويروح الصين يركب على الشاسيهات ويجي مصر يتركب، فالديزاين بتاعه كان معمول على الراينو، ولما راحوا الريفت كانوا بيعملوا امبورت من الريفت دايركت. هو طبعا البلجنز اللي بتدخل للريفت من خلال داينامو ميزتها ان هي بتعمل دايناميك لينك، لكن لو انا عملت من الريفت امبورت على طول فبيدخل ستاتيك على طول. بس في ميزه، ايه هي الميزه؟ ان انا بقدر ادخل الراينو سيرفيس بتاعي فيبقى عندي زي ما بنقول كده الساب ايدج، فالاقسام تقدر تشتغل سواء الاقسام بقى اللي هي انشائي وكهرباء وميكانيكا وتكييف وهكذا والحاجات دي كلها، فتقدر تشتغل. وفي الاخر السيرفيس بتاعي اللي انا كنت مدخله في الريفت ده بيتصدر مباشر للراجل اللي هيفابريكيت الواجهه دي، فبتقدر انك تشتغل امبرل يعني، ما يبقاش المشروع عطلان معاهم السلاب ايدج، الاقسام شغاله وفي نفس الوقت البرودكت بتاعي اقدر اوديه صنع. يعني انا متخيل الاركتكتشر مع الوقت هتبقى كايند اوف برودكت ديزاين، كايند اوف برودكشن، مش كونستراكشن. يعني ده تخيلي الشخصي يعني. ان شاء الله. طب ايه المعماريين اللي حضرتك شايف ان هم مهمين دلوقتي وبيقدموا حاجه مختلفه؟ ياه ده سؤال كبير قوي. والله ده سؤال كبير قوي. يعني والله هقول لحضرتك لو هنتكلم على المعماريين اللي بيعملوا حاجات جديده، كان زمان اساميهم نعدها على الصوابع، بس دلوقتي بقوا كتير جدا. يعني نحاول ندي امثله بقى، هنقول امثله عشان بس ما حدش يبقى زعلان يعني، بس خلينا نعمل كاتيجوريز يعني. فكان الاول ككاتيجوري يعني في معماري كبير جدا اجنبي هو اللي عمل الديزاين. يعني خلينا نقول ان في ناس بتعمل الفيجن اوف اركتكتشر من المعماريين، وفي معماريين بيقدروا ان هم يصنعوا الحاجات بتاعتهم، اوريدي في مباني اتصنعت، وفي معماريين بيبقى لهم دور كبير قوي في الديتيلنج بقى والحاجات دي. يعني خلينا نوضح الكلام اكتر. الناس بتوع الفيجن في معماري كبير اللي هو شارك في الفيلم بتاع بليد رانر مثلا، بليد رانر الاخير اللي لسه نازل 2019 على ما اتذكر، ده اللي كان عامل الانتاير سين كله، ده كان معماري. ده الراجل ده اسمه مشهور بس اسمه مش حاضر ذهني للاسف دلوقتي يعني. عندنا في مصر في دكتور طارق نجا برضه من الناس اللي بتحاول انها تحط فيجن، ويمكن يعني هو محتاج بس يعمل فيلم ولا اتنين زي الراجل الاجنبي ده، يبقى احنا كده دخلنا التاريخ يعني. هو مصري. ده في الناس اللي بتعمل الفيجن. شفت له كام محاضره كده في المنتدى. لا هو عنده فيجن رهيبه، بس هو محتاج بقى يدخلها في الافلام. عشان يعني انا شايف الدكتور طارق لو عمل يعني شارك في سين لفيلم، يبقى احنا كده كمصر دخل شاركنا في التاريخ شويه ان شاء الله. طبعا يعني يوصل لحاجه زي كده، هو راجل رائع يعني. لو بقى كمعماريين نفذت مباني، فمفيش مصريين شويه عملوا ديزاين لمباني واتنفذت غير في مبنى في الوقت الحالي انا ما اقدرش اقول اسمه، في مصنع حديد كبير هيتبني في مصر، فمعمول معمول الديزاين بتاعه على راينو وجراسوبر، وهم لسه في مرحله الداتا اكستراكشن والفابريكيشن، وهم بصراحه بيتفاوضوا معايا اعمل لهم الداتا اكستراكشن ولا يشتروا البلاجز اصلا. ده في الوقت الحالي، بس هو ده هيتنفذ في مصر، نتمنى يعني هيبقى اول حاجه بقى تتعمل. هي الميزه ان هو المبنى الديزاين بتاعه كان بروبوز انه يبقى ميتال الاكستيرير فساد، وفي نفس الوقت هو مصنع حديد، فهو مش شايل هم الماتيريالز ولا الفلوس، فاحتماليه ان هو يتنفذ ان شاء الله تبقى كبيره. احنا دخلنا المحاولات دي كتير، بس انا متفائل المره دي. لو على المستوى الدولي طبعا ففي ناس كتير، طبعا مكتب زها حديد عمل حاجات كتيره، وفي واحد عبقري يعني اسمه طبعا صعب عليا انطقه، وراجل في فيينا نمساوي اسمه كتب بالالماني وانا مصري، بس خلينا نحاول ننطقها بالبلدي يعني. اسمه كوب هاملتون دي، COOP هاملتون دي. يعني الراجل ده راجل رهيب، كل المباني اللي عملها دبل كيرفد وكلها اتنفذت وكلها فيها متل وازاز، ما بيفكرش غير بالاثنين دول. وفي مبنى من المباني انا حتى في المحاضره بتاعتي اللي رحت اديتها كتير في ليرنينج فور ايفريون تعليم للجميع اتكلمت عليها، استخدم روبوتس. هو بيستخدم روبوتس في التصنيع والتركيب وفي كل حاجه، فهو راجل بصراحه بيستخدم تكنولوجي رهيبه يعني. ده في المستوى الثاني. المستوى الثالث المعماريين اللي بيشاركوا بقى في فكره الداتا نفسها وتظبيط المعلومات والحاجات دي. فنورمان فوستر عنده R&D تيم، وده فيه طبعا مصريين نفتخر بيهم، خالد عشري وصديقي العزيز وزميلي في الريسيرش وزميلي في اللاب وفي المكتب وفي كل حاجه طرابيشي، شريف طرابيشي. وفي عند زها حديد عندها زها كود، فيها الهيد بتاعه طبعا تشرفت ان انا قابلته في ديجيتال فيتشرز 2019 اللي فات ده، اسمه شاجاي بوشان، راجل هندي بس عبقري يعني صراحه. ودول معماريين بيشتغلوا في الخفاء، يعني ما حدش يعرف عنهم حاجه، بس لولاهم ما كانش المشروع اشتغل اصلا، لان هم اللي بيعملوا النقله ما بين الديزاين وما بين التنفيذ يعني. ويمكن انا بحاول ان انا اكون من ضمن الناس بتوع الخفاء دول، انا عاجبني حته الخفاء دي بصراحه. يعني عشان احنا بنحب نكلم المكن، يعني انا كحسب انا متعتي ان انا قاعد في اللاب جنب المكن. انا قضيت فتره كبيره مع دكتور شريف باوبريت اللاب بتاع الجامعه، فعند يعني مثلا عندنا في الجامعه CNC و 3D برينتر وانفيرمنتال تشامبر، وعندنا ليزر شاترز وهكذا. هو طبعا انا الانفيرمنتال تشامبر ما لمستهاش لان دكتور خالد ترابي عنده رجاله، بس كليزر كاترز 3 دي برينترز CNC الحاجات دي كلها كنت انا اللي شغال عليها يعني الحمد لله، وباوبريت وهكذا. وطبعا كان ليا الشرف ان احنا عملنا حاجات كتير قوي يعني عشرات، يعني عشرات تدخل في تفوق ال 50 60 موديل 100 موديل مثلا 3 برينتد موديل طابعينه. وكنا طبعا فكره باودر كان موجود معايا زميلي العزيز شريف طرابيشي، وطبعا عملنا بافيليونز خشب كتير. يعني احنا عملنا في الجامعه الامريكيه برضو، ممكن نبقى نشير مع حضرتك على المجله، ممكن نبقى نعمل ريبورت بسيط على المجله بقى لاحقا بعد ما نخلص لقائنا ده، نحط فيه الصور طبعا بعد اذن دكتور شريف هيستخدمه. وانا في بيبر انا وهو نشرناها دلوقتي حالي في كادريا 2020 اللي هي هتتعمل في تايلاند في شهر 4، هيجي الاكسبتنس ان شاء الله شهر 1. وانس انها جت هنبدا نبعت بقى منها الصور والريفرنسز ونهيص الدنيا وننزل مقال في كل البافيليونز والريسيرشز والبلوجنز وكل حاجه احنا عملناها، بحيث ان الناس يعني انا بحب ان احنا نشير النولج، عشان ويمكن دي من الحاجات الجميله اللي بتساعدنا فيها بيم اريبيا ان المجتمع العربي يعلى شويه، او يعني احنا طبعا كلنا لسه عايزين نعلى، بس احنا بنحاول نعلي بعض، بنشير النولج كلنا نرتقي يعني ان شاء الله. طبعا ان شاء الله دكتور. طيب حضرتك نكونكلود عشان ما نتوش، نكونكلود احنا قلنا في ناس بتعمل الفيجن زي الراجل اللي عمل بليد رانر ودكتور طارق نجا، في ناس بتعمل الديزاين اللي بيتنفذ زي كوب هاملتون دي، الناس بتوع زها حديد بقى ونورمان فوستر ومكاتب ثانيه كتيره زي ستيفن مو، وفي ناس في المستوى الثالث اللي بيعملوا في الخفاء زي طرابيشي وخالد عشري وشجايب وشان، ونعتبر العبد الفقير لله. يعني ده اذا كونكلود. الله يكرمك. طيب حضرتك قلت كلمه كده كذا مره اللي هي كومبيوتيشنال ديزاين. حضرتك قلت كلمه ديجيتال ديزاين؟ لا كومبيوتيشنال ديزاين. الكومبيوتيشنال ديزاين ايه هو بقى وايه المباني المعماريه المثال ليه؟ يا نهار ابيض. احنا اسئلتنا كلها كبيره كده، مفيش حاجات صغيره. ده احنا محتاجين نعمل كتاب. طيب خلينا برضو نقول على قد ما نقدر برضو. زمان يعني هو طبعا الرد على السؤال ده كبير قوي، يعني كبير جدا، بس هنقول هنريفير رساله الماجستير بتاعتي. رساله الماجستير بتاعتي كان فيه جدول محترم كده انا عامله فيه دياجرام، انا عاملهم برضو في الرساله هيجاوبوا يعني باستفاضه بسيطه عن الموضوع، خلينا نحاول نتكلم عنه. بمعنى كان زمان الديزاين ان انا بفكر في فكره للمبنى وابدا افكر والله انا عايز بقى الناس اللي تخش وتشوف ايه وتحس بايه وتنسباير بايه، فكان ممكن تلاقي مثلا زي المباني بقى الاجنبيه، مبنى جاي من فكره طاقيه، مبنى جاي من فكره بطه، مبنى جاي من فكره قلم طياره علم، المهم ان في حاجه انا اللي منها الفكره استوحيها واروح ابني المبنى بتاعي واعمل الديزاين بتاعي. ده كان زمان لان شويه كان المعماريين فنانين، بعد كده الدنيا بدات تتطور، بقت الفكره بتروح للحلول البيئيه والماتيريالز وهكذا. وطبعا عندنا عظماء كتيره زي حسن فتحي وغيره، وفي الوقت الحالي عندنا وائل المصري على ما اتذكر اسمه، راجل محترم جدا، مهندس عظيم يعني شغال مكتبه في الاردن، برضه بيحاول ان هو يحل حلول بيئيه ويستخدم ماتيريالز ويندمج مع البيئه وهكذا. يعني كل دي طرق معماريه. شويه الدنيا بدات تحاول تتطور لما المكن بدا يخش في العماره، يعني شويه بقى المعماري مش بس ان هو بيعرف يديزاين ايه، لا بقى المعماري شويه بيعرف يديزاين ايه وشويه يقدر يصنع ايه، فبقينا المعماري وهو بيفكر في السيف ازاي تصنع ازاي، فبدا يتعلم عن المكن اكتر. ويتعلم عن البرامج اللي بيتكلم بيها المكن ويصمم بيها، يعني شويه الموضوع بدا يبقى معقد. فلما بدا الموضوع يدخل فيه الخامات والمكن وشكل التصميم والتصميم اللي انا بروح اتكلم فيه البيم تولز، لما الموضوع كبر قوي بدات تظهر كلمه الكمبيوتيشنال ديزاين. شويه بتظهر عندي مجموعه من الادوات المعماريه انا بستخدمها، ولما ببدا ان انا استخدم الادوات المعماريه دي كتير بيبدا بقى في حاجه اسمها ترند اوف اركتكتشر، وبعد كده تبدا يظهر يبقى في اللي هم الناس بتاعت الثيريز تتكلم عنه وتكتب، فيبقى في ثيري جديده اوف اركتكتشر ستايل ترند. يعني طبعا ده مش بالترتيب قوي، هنتكلم كلام علمي قوي، هنروح نبص على رساله. الناس طبعا عارفه ان انا مش من الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي انا بتكلم في المكان على طول. فالكمبيوتيشنال ديزاين شويه مربوطه بتطور الادوات تطور المكن وعلاقتهم بالتصميم المعماري، فبدا يظهر يعني نقدر نقول بارامتريك اركتكتشر، ايفوليونري اركتكتشر، ميتامورفيك اركتكتشر، جلوب اركتكتشر، يعني بقى في اسامي كثيره وترندات. طبعا ما نقدرش نقول اسامي كثيره ولا ترندات ولا ستايلز، لان هي لسه كلها زي موجه من العماره، فالموجه دي ليها تفرعات رهيبه. فكون ان الناس بتوع السيريز لسه ما قسموهاش، كان في محاوله احنا بنعملها في عين شمس، انا شغال معاهم بقالي يمكن سنه ونص مع دكتوره غاده فاروق ودكتور محمد الفيومي اللي هو وكيل الكليه، ودكتور غاده رئيس القسم في هندسه عين شمس. فكنا بنحاول نعمل للطلبه زي ان هم يعرفوا عن الستايلز او التوجهات المعماريه عشان نساعدهم في ان هم يحطوا المفردات بتاعتهم وهم بيعملوا الديزاينز. يعني فشويه الاجابه على السؤال ده لانها كبيره جدا، يعني انا ممكن ابعت لحضرتك ليست فيها يمكن 30 ترند، خلينا نسميها ترند اوف اركتكتشر. فالترندات دي كتير قوي قوي قوي، انا ممكن حتى اقول لك منهم شويه دلوقتي، لحظه واحده. ايوه احنا لو اتكلمنا هنلاقي بقى في ريسبونسيف وادابتيف وكاينتكس سستينبل تكتونيك ايمرجن، وبعد كده في توبولوجيكال ايزومورفيك انيميك مش عارف ايه، كتير كتير كتير. 26 بالظبط، 26 ترند، مش هنقدر نقول عليه غير ترند يعني في الوقت الحالي. يعني انا حاولت اجاوب طبعا، بس السؤال بتاع حضرتك كبير جدا. لا طب السؤال الجاي ان شاء الله يعني احنا ممكن نرجع لدكتور شريف مراد، يعني احسن حد في مصر يجاوب على سؤال زي ده، وطبعا هتبقى اضافه كبيره قوي لمجتمع المعماريين لو تواصلتوا مع الدكتور شريف مراد عبد القادر استاذي ودكتوري. انا ممكن اكلمه لكم يكلمكم بقى عن الكمبيوتيشنال اركتكتشر. طب في سؤال، ايه هو التصميم البارامتري او البارامتريك، وايه المباني المعماريه برضه ليه؟ طيب هو في نقطة أنا أحب هنا أتكلم فيها بصراحة، بما إن إحنا سألنا نفس السؤال بس بشكل تاني، يعني من وجهة نظري هو نفس السؤال اللي قبليه بس بشكل تاني. هي الناس شوية كونفيوزد، يعني كلمة بارامتريك ديزاين دي أي حد بيجي في باله شكل معين من العمارة. خلينا نقول إن كلمة بارامتريك أركتكتشر دي كلمة كبيرة قوي، مش هي كل الحاجات دي، لأن هي بعد كده بدأت تتفسر، دي كلمة قديمة شوية. خلينا نقول ان ندي مثال بسيط يعني ايه بارامتريك اركتكتشر، ويمكن المثال البسيط ده اللي هيخلي الناس كلها. احنا عندنا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط كلمه بارامتريك دي مرتبطه بالاربن وبالانفايرمنتال بشكل اخص، مش عارف ليه، بس احنا نفترض على الانفايرمنتال مثلا. كلمه بارامتريك اركتكتشر في حاله الانفايرمنتال، اساتذتنا كانوا دايما والمعماريين الكبار بتوعنا القدام كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجي يعملوا التصميم المعماري للمكان وعايزين يراعوا البيئه معاهم في التصميم، الراحه الحراريه، راحه الاضاءه، قد ايه يبقى مريحني وانا شغال في النشاط بتاعي وهكذا. فكانوا مثلا يعملوا الفراغ، ولنفرض اوضه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، فالاوضه دي ليها 4 حيطان وسقف وارض، ولنفرض ان انا لو هعمل فتحه هتخش منها الاضاءه او الحراره او ما الى ذلك، فهي 4 حيطان. هل انا الفتحه بتاعتي دي حجمها قد ايه؟ عندي اكس وواي للفتحه، هي في انهي حيطه، فوق ولا تحت، بوش الحيطه من بره ووش الحيطه من جوه، هل الشباك نفسه تخانته شكلها ايه؟ هل الشباك ده عليه كاسرات افقيه راسيه؟ طب هل الكاسرات الافقيه دي هي كاسره واحده ولا كاسرات متعدده؟ طب الراسيه واحده ولا متعدده؟ طب هل هم بيتحركوا في الراس ولا ثابتين؟ طب هل هم بيتحركوا في الافقي ولا ثابتين؟ طب هل ان الشباك ده بيفتح وبيقفل بشكل ما راكب عليه باترن؟ طب هل هو بيتحرك هناك هنا؟ طيب هل اسئله كتيره، كل دي متغيرات. فكانوا طبعا اساتذتنا زمان بيصمم الفراغ ويطلعوا من البرنامج يروحوا يدخلوا، كان في برامج زي الديزاين بيلدر، خلينا نتكلم على الديزاين بيلدر، يعني ده من اليات التصميم البيئي ايام زمان وما زال طبعا. بنودي الفراغ بتاعنا ونبدا نحسب عليه ونشوف النتائج، يدينا اقتراحات ازاي نعلي الراحه الحراريه او راحه الاضاءه او اروح ان انا ارسم تاني التعديلات على التصميم بتاعي وارجع ارجعه برنامج واقيس، وبعد كده ايه يديني اقتراحات اروح اعدل على التصميم بتاعي وادخله برنامج البيئي واقيس وهكذا لحد ما اوصل للحل الامثل. على قد ما اقدر هعمل 20 30 احتمال من ان انا اروح اعمل الديزاين وادخله البرنامج اللي بيعمل الحسابات البيئيه واقيس وهكذا لحد ما اوصل لاحسن احتمال من ضمن 20 30. ده كان زمان. ظهر بقى كلمه البارامتريك ديزاين، بدا يظهر مع كلمه الاوبتمايزيشن، فقدرت ان انا دلوقتي اجي على برنامج زي الجراسوبر ببلجنز كتيره بقى بتتلحق بيه، ان انا هعمل الفراغ بتاعي وكل المتغيرات المحتمله في انهي حته في الحيطه، في انهي حته في الحيطان، بره ولا جوه، الكاسره الراسيه والفوقيه وهكذا بكل المتغيرات دي، ويبدا احط للبرنامج اللوجيك، المنطق اللي بناء عليه هيغير كل المتغيرات دي ويدرسها، هيعمل 20 30 مليون احتمال في ساعه ويديني الحل. فبدات اقدر اقول ده الحل المثالي. فهنا شويه ده اما نيجي نقول كلمه بارامتريك ديزاين، خلينا نقول ان هو يا اما ان انا بقدر اعمل ديزاين او اوبتمايز اجيب بيه حل مثالي. زمان كنا بنجيب احسن حل في 30 حل، ده ما يعتبرش حل مثالي قوي، لكن لما اقول احسن حل في 30 مليون حل في ساعه ده حل مثالي تقريبا. ده في حاله التصميم. انا بقى شويه بارامتريك ديزاين مش بس التصميم، ده تصميم وتنفيذ، ان انا لو عايز اعمل اصنع البتاع فانا اقدر ان انا اروح انشائيا نفس اللي انا عملته في البيئي ده اقدر اروح اعمله على الانشائي، اختار القطاعات وشكل القطاعات وميول القطاعات والشير اللي جاي كده يعني كل بقى البارامتر اللي عند الانشائيين، بحيث ان انا اوبتمايز الحل الانشائي عشان الفيديو. وفي فيديو عظيم كان متشارك في فورم من الفورمز الكبيره بتتكلم على الكمبيوتيشنال ديزاين قديم، برضه ممكن ابقى ابعت لحضرتك منه بعض البرنت سكرينز وابعت لك لينك الفيديو بتاعه وتحطه عندك في المجله. الفيديو ده كان بيتكلم على فكره الاستراكشرال اوبتمايزيشن واستخدموا فيه اميبا، واميبا ده عامله استاذنا دكتور اسمه ميكي اكسي من RMIT. ميكي اكسي ده في اميبا بتقدر انك تعمل ستراكشرال اوبتمايزيشن. يعني ايه ستراكشرال اوبتمايزيشن؟ لو انا افترضت ان انا عندي البلاطه بتاعتي بتاعت السقف ده القطاع بتاعها متسطيل، فالحمل عليها نازل من هنا مثلا، كل القطاع ده شغال، الكلام ده مش حقيقي. هتلاقي في الاخر ان انا لو استبدلت القطاع ده ببعض البايبس اللي في الاتجاهات المختلفه اورجانيك هتغني عن كل القطاع ده. يعني شويه هي طريقه ادفانسد لفكره الهولو بلوك، بس الهولو بلوك شويه مش ادفانسد قوي. الثاني بيبقى فعلا هو في مجال الاحمال فقط موجوده السقف، وبقيه الماتيريال بتتكنسل، فالموضوع لطيف جدا يعني. ما شاء الله. طب هسيب حضرتك دكتور، بس هقفل الزوم وابعت حضرتك الرابط الثاني عشان هو تقريبا ليه وقت محدد. تحت امرك. ماشي يا دكتور، ألف شكر يا دكتور. تحت امرك.